بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نختار عنوانا واحدا هذا اللقاء وهو دلالات مسيرة 15 فبراير، ونقف على بعض هذه الدلالات. الدلالة الأولى أو مقدمة أدوات الدعوة لمسيرة 15 فبراير. الدعوة لمسيرة 15 فبراير كانت دعوة تعتبر عادية، استمرت فكرة الدعوة أسبوع واحد فقط قبل المسيرة، و في هذا المكان الطيب كان حديثنا في الأسبوع الماضي عن الدعوة عبارة عن سطرين في نهاية الخطاب، يعني أخذت مساحة محدودة من الدعوة إلى هذا الخطاب. الأدوات الأخرى هي الأدوات الطبيعية، الأدوات الإلكترونية من مواقع إلكترونية وتويتر وما شابه ذلك، لم تتعدى ولم تستخدم أي وسائل استثنائية إلى الدعوة. هناك اجتماعات تحضيرية لفرق العمل بلا أدنى إشكال في المناطق المختلفة من أجل المساهمة في التحضير لهذه المسيرة، ولكن الجهد المبذول والأدوات المبذولة تعد أدوات اعتيادية وجهد اعتيادي. طبعا تاج هذا الجهد ورأس هذا الجهد هو خطاب سماحة الوالد في الأسبوع الماضي يوم الجمعة، والذي أيضا كان خطابا يصنف اعتياديا في ظل تبني فكرة المطالبة بالحقوق من سماحة والدعوة للمشاركة في الأطر السلمية من هذه الثورة. عبر الحضور الأكثر من رائع عن طبيعة علاقة عميقة واعية متجذرة بين القيادة السياسية وبين الجماهير، وشكل صورة جميلة جدا ولا تتوفر في كثير من الساحات، وهي أحد أسباب استمرار هذه الثورة ونجاحها وتجنبها لمطبات الصراعات الطائفية أو العنف أو المهاترات أو غيرها من المطبات التي تعترض التحركات الشعبية في أي مكان. تجاوز عدد الحضور بتقديرات متحفظة ليست جسمة 250,000 مواطن في بلد لا يتجاوز عدد سكان 600,000، حضر مختلف الأعمار، النساء الرجال الكبار الصغار، مختلف الطبقات الاجتماعية، الغني الفقير، صاحب الشهادات، الإنسان العامل، كل أنواع وقطاعات المجتمع حضرت في هذا اليوم بنسب محدودة. سنة وشيعة حضروا في هذا اليوم، إسلاميين وغير إسلاميين، فكل النسيج البحريني حاضر في مثل هذا، حاضر في المسيرة. من السهولة جدا ومن غير المبالغة التعبير عن مسيرة 15 من فبراير بأنها استفتاء شعبي على مطالب هذه الثورة وعلى خط هذه الثورة وعلى الاستمرار في خط هذه الثورة ورفض الواقع القائم والمطالبة بتغييره، تغييرا يستجيب إلى تطلعاتهم التي ذكروها في مطالبهم والتي أمر عليها وأذكرها.
المسيرة قياسا بعدد سكان البحرين نستطيع أن ندعي أنها إن لم تكن الأكبر فهي من أكبر التجمعات التي تحدث مطالبة بالتغيير والإصلاح في أي بلد من بلدان العالم على الإطلاق. فمن النادر جدا أن يحتشد قرابة نصف المواطنين في موقع واحد في فعالية واحدة في أي بلد من البلدان. سواء تحدثنا عن شارع الحبيب بورقيبة أو تحدثنا عن شارع أو أي ميدان التحرير أو تحدثنا عن الساحة الخضراء أو تحدثنا عن أي مكان شهد تجمعات سلمية من أجل المطالبة بالتغيير. تعد الثورة البحرينية أكثر الثورات نسبة مشاركة شعبية فيها. المحور الآخر تعاطي النظام مع المسيرة. المسيرة هي الحد الأدنى وأقل من الحد الأدنى في ما يجب أن يتوفر من حرية التعبير. يعني من حقنا وفقا لحرية التعبير التي وقعت عليها البحرين والمكفولة وفقا للمفاهيم والمعايير الدولية والتي حاكم عليها بسيوني تصرفات النظام وأدان في أنه يصادر حرية التعبير والتي يدين فيها العالم عبر جنيف وعبر المؤسسات الدولية النظام في البحرين، هي ليست حرية التعبير في التجمع في مسيرة في شارع البديع. لا، من حق شعب البحرين أن يتجمع في دوار اللؤلؤة مجددا في تقاطع مجلس التعاون، هذا حق مصادر، منعه ومخالفة إلى القانون الدولي للمواثيق والمعايير الدولية. تسميه واقع بفرض العسكر، تسميه واقع بفرض القوانين الخارج عن الإطار الدولي يبقى. تيجي الأمم المتحدة تحاكم وتقول لا، هذا اعتقال تعسفي لأن نبيل كان يمارس حقه الطبيعي في التجمع والدعوة للتجمع فوين في العاصمة. فحقوقنا، حقوقنا في التجمع في دوار لولا مكان دوار لولا، حقنا في التجمع في العاصمة، حقنا في التجمع في كل مكان، من غير أن نصادر حق الآخرين، من غير أن نخرب شيء، من غير أن نؤذي أحد، هذا حقنا مثل ما هو حق كل الناس المتجمعين في كيف، حق الناس اللي تجمعوا في نيويورك، حق الناس اللي تجمعوا في ميدان التحرير، وحق الناس اللي يتجمعوا في كل مكان. هذا حق بديهي إنساني، من حق الناس أن تتجمع تتظاهر بطريقة سلمية تعبر عن إرادتها، هذا حق إنساني. نحن مصادر من عندنا هذا الحق. هذا أبسط شيء أن نقدم إخطار عن هذا الموضوع ونخرج في منطقة من مناطق البحرين. رغم من ذلك عمد النظام إلى وضع نقاط تفتيش منذ الساعة 11:30 تقريبا في الشارع الرئيسي إلى المسيرة. في نقطة تفتيش تقريبا الساعة 11:30 وضعت في دوار القدم، عند دوار القدم، وفي نقطة تفتيش آخر عند برادة جواد المحادية جهة الشمال من دوار القدم، وبعد فترة وضعت نقطة أخرى عند الجنبية. هاي الطرق الرئيسية اللي توصل، هاي الطريقين الرئيسيين اللي يوصلون إلى مسار المسيرة. واستمرت هذا الموضوع إلى الساعة 1:30 والساعة 2 ظهرا، قرابة الساعة 1:30 إلى الساعة 2، بمعنى الناس ما تقدر توصل بهذه الطريقة وعليها أن تتخذ طرق غير معبدة، يعني تدخل على مناطق القرى، تدخل على طرق. وبدت الازدحامات يعني تشكل ظاهرة في تلك اللحظة إلى حدود الساعة. احنا طبعا مقدمين الإخطار من الساعة 1 لأننا نعرف حشد كبير متوقعين للحضور، وبالتالي يحتاج هذا الحشد وقت حتى يوصل إلى مكان انطلاق المسيرة. قوات الأمن جاية في صوب مدرسة البديع، يدعون أن في هناك يعني شيء أو شيء يستدعي وجود قوات ويستدعي. إلى الساعة 2 جايين الضباط يريدون يصادرون سماعات المسيرة،
ويتحججون بأن ما يصير تحطون سماعات المسيرة الحين الساعة، ما يصير تحطونهم قبل الساعة 3، حطهم الساعة 3، هي المسيرة تنطلق الساعة 3:30 رسميا، يعني بينما الإخطار من الساعة 1 احنا نقدر نسوي اللي نريد نسوي، بس قاعدين نحضر نفسنا. ويجون يريدون يصادرون السكسويلات ويريدون يصادرون، عندنا رافعة المفروض 3 رافعات تجي حتى تصور المسيرة، ما عندنا ما يعطونا الكاميرا مالت الطيارة، فنجيب ما يعني أدوات بسيطة، نجيب رافعة حتى توقف شوية فوق تصور شوية من الأعلى حتى تشوف شو اسمه. فتم مصادرة أحد الرافعات على حدود الساعة 12، تم مصادرتها وما أدري ودوها أي مركز شرطة، ما أدري وين ودوه، وأعتقد أنه فرج عنها في تمام الساعة 2:30 أو شيء من هذا القبيل. وكان عندنا 2 آخرين متعطلين يعني ما نقدر نجيبهم. هذا الجو الذي تعاطت فيه المؤسسة الرسمية مع المسيرة قبل انطلاقتها، بعد المسيرة ادعى النظام بأن هناك عدد يتراوح بين 18,000 و20,000 شاركوا في المسيرة التي حشدت لها الجمعيات السياسية، شارك في المسيرة التي حشدت لها الجمعيات السياسية. لماذا يكذب هذا البيان في أمر من الواضح إمكانية انكشافه؟ بصراحة صعب التفسير، يعني انك تروح تقول شيء من السهولة جدا ان تبين فيه ان انت مو محق، لان في ادوات تصوير، لا في ادوات تصوير والصور تنزل لحظة بلحظة، بالنسبة الى المشاركين هم يشوفون نفسهم، يعني زين بالنسبة لغير المشاركين راح يشوفون المشهد، راح يشوفون الصورة، فلماذا أنت تورط نفسك؟ مو مستوعب، أنا ما أستوعب الفكرة، بتكلم شوية كلام بس مختصر، بس ما أستوعب الفكرة. ساعات تقول يعني النظام يفقد عقله رشده، يعني سوى أشياء ما منطقية، ساعات أشياء ما منطقية، يعني ساعات هاي التفسير ما في منطق لأن الموضوع راح ينكشف. فكرة ثانية، ها يمكن المغالطة، الناس راح تسمعنا مثلا، وكالات الأنباء تأخذ من عندنا بدل ما تأخذ من المعارضة، بس في صورة، في فيديو مسجل، وانت راح تبين يعني ان انت مخالف الى الواقع. في وهذا مو بس راح يكون مخالف للواقع، في هاي كل الرواية اللي تقولها انت عن الأحداث عندما توقع نفسك. يعني واحدة شهادة فاضل الأخيرة اللي طلعت فيها الداخلية بيان وقالت انه كان بيدها الشرطة وان الشرطة دافعت عن نفسها، وبعدين تطلع الرصاصة من الخلف، يجي تقرير الامنيستي انترناشنال او هيومن رايت ووتش يقول ما يصير هذا، ما يصير هاي الرواية الرسمية رواية غير صحيحة، لا تتناسب مع مكان الإصابة، ما تتناسب مع مكان الإصابة. وعشرين سجل، كنت بوقف مع هذا الموضوع، 20 مخالفة ارتكبتها النظام في شهادة هذا الولد. في موضوع المسيرة نفس الموضوع، أحيانا يعني من الهستيريا أو من القلق أو من الارتباك، في هدف موجود عند النظام من بداية هذه الثورة حتى الآن، إنه يقول دلين شرذمة، مجموعة من الشيعة، مجموعة قليلة، مجموع هذا الهوس. فأمام هذا النوع من الطوفان البشري على مستوى هذا الشعب، فهذا الارتباك والهوس والكذا يطلع في محاولة للتشويش على هذه الرسالة من الحضور الواسع، أن هنا ثورة شعبية عامة عارمة،
بطبيعة الحال هذا التشويش لم ينجح بالنسبة إلى هذا الموضوع. الفكرة الثانية مباشرة الحديث عن تسليط الضوء على أحداث جزئية ما لها علاقة بالمسيرة. في مجموعة شباب اصطدمت مع رجال الأمن أو رجال الأمن اعتدوا على مجموعة شباب بعيد عن المسيرة صوب دوار القدم يبعدون 2 كيلومتر تقريبا من المكان. ايش دخل المسيرة في الموضوع؟ ما لها علاقة المسيرة هذه وغيرها من المسيرات وغيرها من الفعاليات التي تكون فيها القوى السياسية. بس محاولة صرف الأنظار محاولة التشويش على النقطة الثانية الرئيسية في الثورة، الثورة التي تحاول أن تشوش عليها النظام باستمرار، وهذا البيان كان واقع في هذا المشاكل، إنه يريد يقول هذا لين مجموعة محدودة، والواقع أن هذا لين أغلب النصف الشعب، فيريد يشوش بأي طريقة. الفكرة الثانية سلمية هؤلاء الناس، فيبحث عن حدث جزئي يقول اعتدوا على فلان في المسيرة، ما في فلان في موقع ثاني ما لنا علاقة فيه، هذا الموقع ما لنا علاقة فيه، هذا الموقع ليس موقع المسيرة إلا فيها 250,000 مواطن. ومن هنا أيضا أوجه دعوة إلى الأحبة، الجمعيات السياسية تدعو في فعالياتها الكبير الصغير ويحضر فعالياتها، يعني شيخ عمره 70 سنة أو 80 سنة، امرأة عمرها 80 سنة، امرأة على الويلتشير، طفل، وبالتالي هؤلاء غير مهيئين. هذه ليست دعوة مواجهة، مي دعوة شبابية، هذه دعوة يعني عامة، وبالتالي هؤلاء يحتاجون إلى أن يوصلون بسلام يتفرقون بسلام، مش مهيئين يركضون، مو مهيئين لغازات، فيهم ناس مرضى يعني أقل شيء ممكن يؤدي إلى استشهادهم إلى وفاتهم. أرجو من الأحبة أن يراعوا ذلك حفاظا على أهلهم حفاظا على أحبتهم حفاظا على هؤلاء الناس احتراما لهؤلاء الناس الذين يؤدون هذا العمل المطلبي يقومون بهذا الجزء من الثورة السلمية. أرجو أن تكون الرسالة واضحة إلى الأحبة مع شديد الاحترام والتقدير لهم. دلالات الحضور الهائل في هذه المسيرة. دلالة الأولى إيمان الجماهير بالثورة كطريق لانتزاع حقوقها المشروعة وازدياد هذا الإيمان وهذه القناعة. والله في كل البلدان تحب أن تغير هذه الأوضاع السلبية اللي فيها، وحقق التونسيون نجاح وحقق المصريون نجاح، فالناس الآخرين في البلاد العربية قالوا احنا بعد نغير واقعنا السلبي بهذه الطريقة، فخرجوا تحت عاطفة التغيير في مصر. ممكن واحد يقول هاي يوم 14 شهر 1 من فبراير، بس بعد ما 3 سنوات من القمع الوحشي الذي لم يترك زاوية من الزوايا، ما ترك زاوية من الزوايا، ما ترك جانب من الجوانب، لا مسجد لا عرض لا رزق لا حرمة بيت، ما ترك شيء. 3 سنوات، بعد 3 سنوات عندما يأتي هذا الحضور هذا الزخم، شو هذا؟ هذا ناس مؤمنة بمطالبها، ناس ازدادت إيمان وقناعة بمطالبها، زادت إيمان وقناعة بثورتها، ازدادت إيمان وقناعة وصمود بخطها. هذا معنى الحضور، حضور يحمل دلالة أكبر من فبراير 2011. 2011 يمكن غلطانين، يمكن ثورة عاطفية، يمكن شو اسمه، لا، شافوا الصورة الآن مكشوفة على الواضح، صورة مكشوفة، الدوائر الحمراء ما فارقت ذهن أحد، فصل آلاف الناس ما فارق ذهن أحد، هجوم على البيوت ما فارق ذهن أحد، كل يوم نشوفه، وبعد ذلك يجي كل هاي الناس حتى يقولون لا إحنا مؤمنين، نحن كلنا إصرار على هذا المعنى، وكنا استعداد أن نستمر. هذا معنى، هذا معنى كل هذا اللي سويته، إحنا استعداد أن نستمر ونواصل إلى أن نصل إلى حقوقنا، إلى أن ننتزع كرامتنا، إلى أن ننتزع إنسانيتنا المفقودة.
حضور يستبطن كل هذا الإدراك ويستبطن كل الاستعداد للتضحيات بحسب ما شاهد ولمس طوال 3 سنوات بيده. كانت رسالة الحضور واضحة، أن نتيجة القمع الذي فعلتوه في موضوع الرادعية، أنت ليش تعتقل؟ ليش تقتل؟ ليش تفصل؟ حتى تخوف، حتى تردع، حتى توقف. قال لي هذا كله اللي سويته نتيجة صفر، لن يردعنا الهمجية والوحشية والقتل من أجل الوصول إلى أهدافنا المشروعة والمحقة والإنسانية. بل هذا القمع شكل بطريقة وبأخرى ترسيخ للقناعات، زيادة في الإصرار، لأن كنا اليوم كنا ما نريد نشوف أبنائنا وإحنا نشوفهم صغار أبرياء يتعرضون إلى همجيتك مجددا. إحنا بنتحمل همجيتك، إحنا بنتحمل ظلمك، إحنا بنتحمل قسوتك، بس نبقى أولادنا يرتاحون، نبقى أولادنا يرتاحون، ما نبقاهم يعيشون قلق، قلق الرزق، وظيفة ما في وظيفة، وقلق الاعتقال، طالع من البحرين خايف، راجع من البحرين خايف، يمشي في الطريق خايف، نايم في بيته خايف، ما نبقى أولادنا يعيشون كذي. احنا مستعدين نروح، مستعدين كل شيء يصير فينا حتى أولادنا يستقرون، حتى هالبلد يرتاح، بلد بكل مكوناته يرتاح، يخرج من العبثية. وهذا يعني سقوط أهم ورقة في أيدي الأنظمة الاستبدادية بشكل عام. النظام اللي ما عنده شرعية شعبية شو عنده؟ عنده العسكر قوة. إذا الناس قالت أنا بتحمل القوة، بتحمل البطش ولا نتوقف، شو تسقط استثمار هذه الورقة، دلالة هذه الورقة، معنى هذه الورقة يسقط. فالقمع يؤذي، القمع يجرح، يقلق، ولكن المسيرة تقول لن يوقف هذا الشعب، ما بيوقف هذا الشعب، لم يوقفه ولن يوقفه. تبقى ورقة أخرى أشير إليها بالعابر، إذا ما استطعت بالقوة نتيجة إلى ثباتهم وصمودهم وإيمانهم بقضيتهم وكل هذه الأمور، سأحاول أن أخادعهم، هذا لأن شعب طيب، بوعدهم بكذب عليهم، راح لا تحاول، خلاص وصلوا حد التخمة من مسألة وعودك، وصلوا حد التخمة من مسألة مناوراتك وادعاء الإصلاح الشكلي والكاذب، وصلوا حد التخمة، لا تحاول ستفشل، كما يفشل القمع سيفشل أي محاولات غير حقيقية لخداع هذا الشعب ولطرح أي أشياء بدعاوى الإصلاح. لا، انتهى الموضوع، صدقوني انتهى، قلنا لكم 1,000,000 مرة، المسيرة قالت لكم مو كلام، مع أن الكلام مستند إلى مؤشرات ومجسات وواقع، أن هذا الشعب مستعد أن يستمر 1 أو 2 شهور، فلا ترهنون على القمع. وجاء السنة الأولى قلنا لكم بنستمر 1 أو 2 أو 10، والمسيرة ما عادت كلام، المسيرة عادت واقع، واقع هاي تلمسها، تشوفها بعيونك، تلمسها بيدك. فأيضا خلونا نوفر على هذا الوطن أي محاولة إلى الكذب والالتفاف والوعود الخال والمراوغات والكذا، خلونا نكون شفافين وواضحين، ونذهب إلى إصلاح حقيقي وحل حقيقي وواقع حقيقي يحل جذور المشكلة القائمة اللي خلي البحرين في أزمة دائمة. هذا الطريق، وهذه أحد رسالات المسيرة ومعانيها ودلالاتها. هذا الحضور الهائل يؤكد قدرة على الاستمرار، قدرة الاستمرار عند هذا الشعب لسنوات وسنوات في مسير خط الثورة السلمية الإصلاحية. الفكرة موجهة إلى الشعب، الشعب الذي يتواجد في الساحات بهذا الوعي وهذه العزيمة هو شعب صاحب القرار الفعلي.
في الدنيا كلها بالمعنى الفلسفي الشعب هو صاحب السلطة وصاحب القرار، لكن إذا الشعب يقعد في بيته، وإذا الشعب مسترخي إلى الفساد ومسترخي إلى الاستبداد ولا يقول كلمة الحق أمام الاستبداد ولا يقف أمام الاستبداد ولا ينزل للشارع عند الحاجة إلى النزول للشارع في وجه هذا الاستبداد، يصبح شعب معلق، فاعلية معلقة في ملايين، لكن غثاء كغثاء السيل. أما هذا الشعب الذي ينزل إلى الساحة ويقول كلمة أنتم كلمتكم أعلى، أنت تفكر اليوم أن تغييرات شكلية في الدستور أو تغييرات شكلية شو اسمها كذا يمكن تمر على العالم، واحدة من مسيراتكم تحط هذا كله زبد وتفلته في البحر ما عاد. ليش؟ لأن حضوركم موجود، وعيكم موجود. هذا هو حضور الواعي إلى الشعب، هذا الحضور الفاعل إلى الشعب، وهكذا ترسمون مستقبلكم. ما في طريق آخر لرسم مستقبلنا. إحنا كل طرحنا من بداية التسعينات حتى الآن يجب أن نصل إلى طريق حقيقي إن الشعب عبر صناديق الانتخاب يرسم واقعه ويرسم تطوره السياسي بطريقة إلا وصلت إليها البشرية العاقلة. ما أعطينا هذا، ما أعطينا، أعطينا مؤسسات شكلية، مؤسسات مفرغة، أسماء بلا مضمون، انتخابات بس هذه الانتخابات ما تقدر تشرع، انتخابات لا تقوم، لا تحترم أساس الإنسانية في التساوي، في المواطنة المتساوية، في إن الناس متساويين، ما تحترمهم، تميز فيهم، تقسم دوائر على أساس تقسيمهم، تمييز فيما بينهم، وتعطيهم مؤسسة غير قادرة على التشريع، غير قادرة حقيقية على الرقابة، ولا تحترمهم وتفرز حكومة ممثلة. هاي الشكليات، فمش عندنا من طريق حتى نغير هذا الواقع إلا بعدين لما يتغير. بدون ما يتغير لا نتكلم عن إسكان، ستبقى الوعود الإسكانية. ما سمعتون الوعود الإسكانية مع ثلاث المدن؟ وأكو يبيعون المدينة الشمالية على غير المستحقين، هاي خلاصتها. ثلاث مدن ما في، اختفت، مدينة المحرق راحت، ومدينة مدري شنو تبخرت، وباقي شيء اسمه المدينة الشمالية كي قاعدة تباع الآن أول وحداتها، اللي عنده فلوس يروح يشتري، والفقارة اللي صار لهم 17 20 سنة ينتظرون. فهذا حضور شعبي فاعل يملك القرار الفعلي في تقرير مصيره، هذا هو اللي يملك القرار الفعلي. استمرار هذا الحضور هو أكبر الضمانات للحصول على حقوقنا الإنسانية وانتزاع كرامتنا. دلالات الحضور على شرعية الحكومة. السلطة اليوم في أي مكان من العالم تستمد شرعيتها فقط وفقط من الإرادة الشعبية، ولا يوجد مصدر شرعية آخر في الدنيا، ما في مصدر شرعية آخر، لا أحد يستطيع أن يدعي مصدر شرعية إلى أي وضع سياسي غير الشعب. الحكومة، الواقع نحن اليوم الحكومة لم تحصل على ثقة هذا الشعب، ولم يختارها بحرية، ولم تعبر عن إفراز صناديق الاقتراع، هي من أصلها ما عندها شرعية شعبية. إذا بغينا الواقع، كيف تقول أنت تمثل؟ الناس ما اختاروك، مسألة بسيطة جدا بديهية ولا تحتاج لك كل يوم نعيدها ونكررها. مو بس هاي، الناس موجودة في الشارع تقول ما نباك تسقط هذه الحكومة، هاي شو اسمه، وهذه غالبية سياسية. فأي نوع من الشرعية للحكومة بعد كل هذه النداءات؟ بعد هذه المسيرات الضخمة والثورة والتي اشترك فيها أكثر من نصف الشعب، تصبح هذه الحكومة فاقدة للشرعية الشعبية بشكل واضح، لا لبس فيه ولا جدل حوله بأي درجة من درجات الجدل. البيان الختامي والحضور دلالات. هناك في المقدمة وفي نهاية بيان المسيرة، الشعب الذي يحضر هذه المسيرة يعاهد الله، و
ويعاهد شهداء ويعاهد معتقلي ويعاهد جرحى ويعاهد ضحايا ويعاهد ويتعاهد مع نفسه أن يكمل هذه المسيرة إلى أن تصل إلى نهايتها. هذه المقدمة وهذه النهاية للبيان. رفض الجماهير في مسيرة الخامسة، رفض الجماهير لمدعيات الحلول الشكلية والسطحية وتجاوز وعيها لهذه الحيل السابقة والمحاولات الجديدة المستترة باسم الإصلاح والتي في واقعها تكرس الاستبداد وتكرس الواقع المنكوب في بلادنا. ثلاثة، تمسك الجماهير بحقها الأصيل بكونها مصدر للسلطات جميعا، التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية والأمنية وغيرها، كل السلطات مصدرها الشعب. فمطالب الجماهير: المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وإلغاء نظام التمييز الواقع القائم بشكل واقعي، رسم دوائر عادلة تحقق المساواة بين المواطنين في إنسانيتهم وفي حقوقهم السياسية، برلمان منتخب بدون معينين يصادرون الإرادة الشعبية، فلا مجال لمعين يصادر إرادة العنصر المنتخب تحت أي دعوة من الدعاوى، حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب والإرادة الناخبين وتعبر عنها صناديق الانتخاب وتفرزها وتساهم في إفرازها صناديق الانتخاب، قضاء عادل ومستقل لا يحكم تحت التعذيب، تحت الاعترافات المنزوعة تحت التعذيب على ناس بالإعدام، ويبرئ من أطلق الرصاص من 5 متر وفي غرفة مغلقة على الشهيد هاني ويعطيه 6 شهور، أو يبرئه أو يبرئ قتلة الحاج عبد الحسين. أمن للجميع عبر الاشتراك في المؤسسات الأمنية لكل أبناء الوطن، وعبر سياسات تقر من أجل استقرار الوطن وليس من أجل معاقبة أبنائه، إيقاف التجنيس المدمر لهذه البلاد ولآمال ومستقبل أبنائها. إنها المطالب التي ذكرت مطالب إنسانية، مصدرها إنساني إنساني، الناس في كل الدنيا تطالب بهذه المطالب، والبعض حققها بالكامل وأغلب الناس حققتها والبقية يطالبون بها، مطالب إنسانية لا علاقة لهذه المطالب بالدين، فكل الناس في كل الدنيا تطالب بها اللي عندهم دين ولا ما عندهم دين، مطالب إنسانية فطرية طبيعية عادلة. المساواة ما حد يقدر يقول معادل، العدالة الاجتماعية ما حد يقول معادل، المساواة في الصوت الانتخابي ما حد يقدر يقول معادل، الحكومة التي تنتخب من الشعب ما حد يقدر يقول معادلة، المجلس المنتخب الذي يتولى التشريع ما حد يقدر يقول معادل، فهي مطالب عادلة ومحقة ومشروعة وتمثل الضرورة اليوم. إذا نشوف وش حقق الاستقرار وإيش طلعنا من مشكلتنا في البحرين المزمنة والاضطراب غير دائما كل 2-3-4 أشهر، وإيش طلعنا من عنده؟ هاي معالجة هذه النقاط تمثل الضرورة اليوم لهذا الوطن وهدفها العدالة والاستقرار والتنمية للجميع. القراءة الدولية للمسيرة: لقد كان المراقب الدولي منبهرا من هذا الحضور ومن السلمية. يقول خليل، يقول لا أحد السفراء، يقول له كانت مسيرة، قال لي مو كبير، شنو كبيرة؟ بيقول المسيرة كبيرة، يقول شنو كبيرة؟ وش أنت؟ المراقب منبهر من هذا الحضور وهذه السلمية، وفرض هذا الحضور، اعلموا أن تقرؤون في كل صغيرة وكبيرة، تقرؤون في كل صغيرة، طريقة وصولكم للمسيرة، هتافاتكم، شعاراتكم، لبسكم، كل شيء يقرأ من مصادر دراسات ويقرأ من استخبارات ويقرأ بدقة. فرضتم احترامكم على العالم، فرضتم نفسكم، ثم نشوف احنا نحترم مانديلا ونحترم شعب جنوب أفريقيا لأنه شعب مناضل،
صدقوني إن العالم من أقصاه إلى أقصاه اللي يطلع على وضع البحرين ويراقبها يحترمكم بنفس هذه الصورة، شعب مناضل بطريقة سلمية مبهرة ويصمد أمام عنف وقمع واضطهاد مكشوف. أنتم تشكلون على صغر هالبلد، أنتم تشكلون إلهام وتشكلون مصدر فخر إنساني. رسخ هذا الشعب بهذا الحضور قضية البحرين على الأجندة الدولية، الأجندة الإقليمية والدولية، كانت موجودة يزيد وجودها، يزيد وضوح وجودها. ما حد يقدر يتجاوزكم، ما حد يستطيع أن يتجاوزكم. في ناس يديرون الأمور بطريقة النعامة، طريقة النعامة حكام أو شو اسمه كأنهم مش سامعين، بس هذا علموا أن الغرب ما يدير طريقته بطريقة النعامة، يديرها بطريقة واقعية. شوف أن في حضور وثورة شعبية مستمرة مدة 3 سنوات، وهذا لابد من التعاطي معها. حاولوا يقولون لهم هاي شردمة، هذا لين عملاء إيران، هذا لين فلان، هذا لين كذا، هذا لين شو اسمه، ما عليكم منهم، احنا وياكم، احنا نعطيكم كل شيء، احنا نسوي لكم كل شيء، وش تبون احنا نسوي لكم، تركوهم خلوهم ولون، لا تسمعون لهم. لا، بس هذا لين شعب، يعني حتى احنا لو بنجرد من الضمير بس بالنتيجة النهائية بعد في حد، في حدود. هذا شعب يطالب بحقوق عادلة ومصر عليها ومستمر، وما بندس رأسنا في التراب. ما في طريق، قالوا لهم مليون مرة، ما في طريق إلى البحرين غير المصالحة الوطنية الحقيقية القائمة على تفاوض حقيقي ينتج حل حقيقي ذي مغزى يحقق تطلعات شعب البحرين على ضوء المواثيق والمعايير الدولية، مو حبا فينا، هذا واقع، واقع. الناس تدير أمورها بطريقة واقعية. العالم أصبح يدرك جيدا أن الثورة والمطالبة بالديمقراطية أصبحت حالة متجذرة في البحرين، كما كانت متجذرة في جنوب أفريقيا، وكما كان النضال من أجل الاستقلال متجذر في الشعوب. وبالتالي هزمت بريطانيا العظمى، وهزمت فرنسا، وهزمت إيطاليا، وهزمت كل الدول الكبرى أمام حالة متجذرة مستمرة. نحن في هذه الصيغة اليوم، حالة من الثورة المتجذرة المستمرة، ما هي مسيرة وتنقطع، ما هي تجمع واعتصام ينقطع، ما هو دوار ينهدم، لا، هي حالة شعبية عامة مستمرة لها صور مختلفة ومحطات وتواريخ مختلفة، صنعت في الماضي تواريخ وستصنع في المستقبل تواريخ إلى أن تصل إلى محطتها النهائية. أعيد الشكر فأقول مليون شكر لكل من ساهم في نجاح هذه المسيرة التاريخية، فردا فردا، شاب، شابة، طفل، أب، أم، الناس الذين يعني حملوا معاناة على الكراسي المتحركة، وشيبة ما قادر يمشي، وكل هؤلاء حملوا معاناة الشسمة، فلهم ألف ألف شكر على هذا الحضور التاريخي والمميز. النقطة الثانية، استمرار حضورنا أيها الأحبة هو الطريق المتاح أمامنا من أجل انتزاع حقوقنا وكرامتنا وإنسانيتنا وإنقاذ وطننا، إنقاذ البحرين. البحرين بحاجة إلى إنقاذ. كما أكدتم في هذه المسيرة السلمية هي خيارنا أيها الأحبة، نتمسك به ونستمر عليه ونبتعد عن أي درجات من درجات العنف كلفتنا جرحى وكلفتنا شهداء. الشهادة فخر، بس إذا ما محتاجين ننجرح طفل، ما محتاجين ننجرح أحد، لا ندفع. الحين شو اسمه، يعني انت شيخ علي داقي احنا تمسكنا بالسلم ما بننجرح؟ لا والله، بتنجرحون وبتستشهدون، لأن النظام لا يرتع، يعني يرتدع لأن تمسكت أنت بالسلمية، لكن ستخفف الكلفة، هذا اجتهاد بشري، ستخفف الشهادة
ستخفف أعداد الشهداء، ستخفف أعداد الجرحى، لأن النظام لا يريد أمل سلمي، يريد يقمع. ولكن أنا أختار طبيعة المعركة التي تناسبني. المعركة العنيفة ما تناسبنا، تدمر وطننا، تدفع كلفة عالية، تشوش على مطالبنا. لذا ما أعرف صدر بيان الجمعيات أو لا. اليوم كل يوم طالع عنوان معين، سرايا فلان، سرايا فلان، وخيايا المقاومة، وخلايا كل هذه المسميات محل إدانة ومحل رفض. هذا هو الشعب، شارك الشعب بطريقة سلمية يعبر عن إرادة تغيير جدية وحقيقية ومستمر بهذه الأطر السلمية. وأيد وجدد تأييدي إلى كل فعاليات سلمية، وإدانتي ورفضي إلى كل فعاليات تخرج عن الأطار السلمية. تكلفنا، هاي اجتهادنا وهذه قناعتنا. هذا الحضور الرائع أيها الأحبة يجب أن يكون متواجد في الأطر السلمية الأخرى في الثورة. يعني ليلة 14 سوينا أيضا فعالية ثانية، سوينا التكبير، فكان المفروض كنا نتواجد في التكبير كفعالية سلمية. الآن واحد يتضرر، يجون يضربون فوق بيته مسيرات دموع، ما مشكلة، متاح عندنا، احنا متاح عندنا الوسائل السلمية. الوسائل السلمية أحد أهم عناصر وجودها أن يشترك فيها الجميع. ليش يكون مؤثر أنه يوم الخميس يكون كأن في حالة عصيان مدني جزئي؟ لأن الجميع يشترك فيه، ما في شيء، بس ما مضطر تروح الدكان تشتري، ما تعرض نفسك إلى خطر، بس ما مضطر تحرك. ليلة 14 رسالتنا إلى العالم، وصلنا رسالتنا إلى أوباما، وصلنا رسالتنا إلى بان كي مون، وسمعها العالم كله. بهذه الطريقة كنا نشترك، كنا نشترك في هذه الفعاليات السلمية المختلفة. في واحد اعتقل، مو لازم أنا أروح أزوره، كل أهل المنطقة تجي تزور أهله، أفرج عنا كل أهل المنطقة يجون يزورون أهله، عطضوني يا واحد بيته هجم عليه، واحد بيته احترق من مسيلات الدموع، نخليه بروحه يفاطس هو يعوض مرة ثانية يبني بيته؟ احنا كنا اهل القرية لازم نحط الا نستطيع عليه من دينار ومن ربية ومن شسمه بحيث نبني بيته مرة ثانية. الا اعتقل وكافي المال موجود في المعتقل، من هو يرعاه؟ احنا لازم نرعاه. هذه هي الثورة، ثورة مسيرة، ثورة اعتصام، ثورة شعار، ثورة تويت، ثورة مجموع، كل هذا ثورة فلوس تنعطى إلى الناس من أجل أن تصمد، ناخذ من مرتباتنا نعطي بعضنا البعض، اللي فصل ما يجب أن يموت جوع. هذه الثورة أيها الأحبة. فالتكامل والحضور في مختلف الفعاليات السلمية وفي الصور السلمية المختلفة، الإعلام، العمل الفني، الحقوقي، تكافل. رسالة الحضور إلى أحبتنا في الوطن ممن لم يحضر هذه المسيرة، هؤلاء بحرينيون وطنيون مستقلون، هؤلاء يحبون البحرين ولا يحبون أي مكان في الدنيا أكثر من أرضهم ووطنهم، ولا يقدمون على البحرين مكان أبدا، وهم مسالمون ويعملون من أجل كرامتك وكرامتهم. هؤلاء أولاد وهم نفسهم التسعينات، مو بعدين رقصتون فرحا على نتائج التسعينات لأن جابت شي شكلي شوية في كرامة صرتون تقدرون تتكلمون، مو أول الناس من ركض إلى صناديق الاقتراع وركض إلى الميثاق وركض إلى الجسمة، مو انتوا ركضتوا للبلديات، من جابها؟ جابتها انتفاضة الكرامة في التسعينات. هؤلاء على نفس الخط، يريدون لك في بطنك صوت، ما يريدون لك عبد، ما يريدونك أجير في وطنك، ما يريدون يجيبون واحد مجنس يتحكم فيك وفي أبنائك، ما يريدون أراضيك تسرق وانت قاعد تكدس بيت على بيت، تكدس غرفة على غرفة ما لاقي مكان. هاي اللي يريدونه لك،
هذه اللي يريدون إليه. هاي تاريخهم، هاي تاريخهم، هاي اللي سووه طول عمرهم، وهذا اللي قاعدين يسوونه، ناظرين إلى الله سبحانه وتعالى ومصلحة هذا الوطن بجميع مكوناته، يحتضنون جميع مكونات الوطن، شعارهم أخوان، شعارهم مصلحة الجميع، شعارهم المحبة على كل ما لحق بهم، ما تجد فيهم شعار كراهية واحد. هذه رسالتهم، هذا قلبهم المفتوح، وأنتم تعرفونهم. رسالة الحضور إلى السلطة إنهم واعون حاضرون على مدى 3 سنوات وكل ما استلزم من سنوات قادمة على استعداد للعطاء والبذل والتضحية من أجل حقوقهم، لن يتراجعوا، ولكنهم في نفس الوقت يحملون الانفتاح على حل وواقع سياسي جديد يحقق المساواة، المواطنة، العدالة، الوطن الذي يجمع جميع أبناء البحرين، التي الجميلة التي يستطيع أن يفتخر الجميع بها. هم منفتحون على ذلك ومستعدون إلى ذلك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات والخيرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والهدى والمحبة. أغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.